السلام عليكم الاخوات، كديري لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف. سمحوا لي ما بقيتش حطيت شحال هذه ما حطيتش فيديو جديد في القناه ديالي. المهم كنت حطيت شي جوج فيديوهات ديال الشورت وبصراحه ما كانوش كافيين، واليوم جيت جبت لكم الجديد، فيديو جديد على القناه ديالي. بصراحه كنت ضيفت عند اختي في العروبيه وقلت علاش لا يعني ما نصور لكمش هذا الفيديو هذا وهذا المنظر هذا الزوين. وبصراحة تبارك الله شوفوا البقولة، يعني كاين كل شيء تبارك الله. قلت علاش لا ما نصوروش لكم وفرصة نحط هذا الفيديو هذا في القناة ديالي باش ما تنساونيش وتبقوا ديما مفكريني وما تنساونيش. وكنشكركم بزاف البنات، والله العظيم اللي كنشكركم بزاف وتوحشتكم. مهم الكومنتر ديالكم زوين حتى هي توحشتها. وبصراحة مهم ما تنساونيش البنات، ودائما تبقاو تشجعوني. وإلا خصكم شي حاجة يعني بغيتوني ندير شي حاجة في القناة ديالي من غير هادشي الفلوغات ولا هكا شي مرات الطبخ ولا شي حاجة، كتبوها لي في الكومنتير. ومرحبا وألف مرحبا. والمهم البنات نخليكم مع هاد الفيديو هذا الزوين الجميل طبيعي، ونتمنى إن شاء الله يا ربي تستمتعوا مع هاد الفيديو هذا. وشكرا لكم بزاف، شكرا شكرا بزاف بزاف، ونخليكم على فيديو. السلام عليكم. من البلدان يا جنة على حد تشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد تشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد تشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. طبيعة ودوال الإنسان واللي شرب لها يشافى، واللي شرب ما يتعافى. يلي هرب من الأحزان زور بلادنا تتعافى، زور بلادنا تتعافى. طبيعة ودوال الإنسان واللي شرب ما يتعافى، واللي شرب ما يتعافى. جمالها ناطق بحروف، ناسها نخوة وطرافة، ناسها نضوة وطرافة، وجمالها شايع معروف. شحال يا بلادي واللاف واللسان يجي ويشوف. بين البلدان يا جنة على حد تشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد تشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على
حد تشوف يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف على حد الشوق